أنا بحبك كمان مرة. وعملوا أحلى فرح شفته في حياتي. اليوم النهاردة مشي زي ما كنت بحلم ويمكن أكتر كمان. عملوا لهم أبوها النجم مجد الألفي. مش داعي إنك تشكريني، أنت أهم إنجاز في حياتي. دي بقى دلال أم فرح وحب عمر ماجد، بس هو كان عايز يخلف وهي لأ. موضوع الخلفة ده أولوية بالنسبة لي. أنا عايزة أبقى مغنية ومشهورة وما عنديش أي استعداد إن أنا أفضل أربي في عيال دلوقتي. وفي لحظة ضعف راحت لعدو اللدود سليمان. تعالي أنا وأنت نتصور وأقول للناس إنك صاحبتي. مسلسل عربي مش كده؟ خدوا الكبيرة بقى. شادي ونادين خلفوا بنتين توأم. نادين إحنا بقينا بابي ومامي، تخيلي؟ أنا مش قادرة أصدق. آه دي نادين ودي أختها التوأم أنيسة. يا نهار أسود سنة، ده حلو قوي. وبعد ما حصل اللي حصل بقول لك ايه يا انيسه، الخطه لازم تمشي زي ما انا عاملاها. لا لا مش هتخافي، مش هبوظ خطتك. نادين المسكينه في المستشفى دلوقتي. مش هتخافي يا اختي يا حبيبتي، انا هاخد بالي من شادي، ارتاحي انت. في حين ان انيسه هناك بتلطف وتعطف مع شادي. نادين انت قلتي لي ما ينفعش يبقى في بيننا اي حاجه طول ما انا بحب فرحها. مش مهم. دي بقى عاليه اخت شادي، هي ومريام او عاصي الغول مرات ابوها كانوا صحاب جدا. راحت مريام وجت صوفيا. لازم نمشي هلا. نعم. ودي أصعب حاجة حصلت. قلتلك رح نرجع نلتقي. بس انتي متي في المستشفى، أنا متأكدة. ما كانت أنا. فرح وطارق أخيراً بقوا لوحدهم لحد ما قابل صوفيا. صوفيا صحيح. شريف بتاع بعلبك بيسلم عليكي. شكون شريف؟ وقتها بس فهم. انتي الخاينة يا صوفيا. ووقفنا احنا هنا. عارفين القصص الرومانسية اللي البطل والبطلة بيكونوا فيها موعدين لبعض؟ مهما حصل ومهما تفرقوا لازم في النهاية يبقوا مع بعض. ده بقى نوع القصص اللي فرح كانت مغرمة بيه من صغرها. ورغم ما كانت دليدة تعرفه أن رمزي لن يعود إلى مصر لسنوات طويلة ولن تراه أبداً مرة أخرى، لكنها تركت نفسها تحب. ودلوقتي الأستاذة ضي القمر هتجاوب على أسئلة حضراتكم عن الرواية. وكالعادة فرح دايماً مستعدة. الكتكوتة دي. أيوة أنت تفضلي. أنا بس في حاجة مش فاهمها، ليه الرواية انتهت ودليدة ورمزي مش مع بعض؟ عشان هي دي الحياة يا حبيبتي. آه بس دي مش الحياة، دي رواية. مش ضروري كل الروايات تكون نهايتها سعيدة. أيوة بس كده ما تبقاش رواية رومانسية، كده تبقى مأساوية، اجتماعية، أي حاجة تانية. أنا بصراحة اتضايقت قوي إن الرواية انتهت ومش مع بعض. انت اصلا صغيره قوي يا حبيبتي انك تقري روايات زي دي. انا غلطانه اني جيت معاكي الندوه. بعمل ايه؟ ما انا اتضايقت من النهايه بجد جديده. وانت بصراحه عندك حق، مش معقول الدنيا كلها هتبقى نكد وغم، لازم يبقى في شويه امل شويه حب. بس انا بعد كده لازم ابقى عارفه نهايه اي روايه قبل ما اقراها عشان ابقى جاهزه وما اتضايقش كده تاني. بس تفتكري يا فرح